السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نحن يا سادس في الوحدة العاشرة، ودرسنا اليوم هو المحفوظات بعنوان ولد الهدى. قبل أن نبدأ بشرح هذه المحفوظات، ما رأيكم أن نتعرف إلى كاتب هذه القصيدة أو الشاعر الذي ألف هذه القصيدة، وهو أمير الشعراء أحمد شوقي، وقد ألف هذه القصيدة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمير الشعراء أحمد شوقي هو شاعر وأديب مصري، بايعه الشعراء العرب أميرا للشعراء، أي أنهم أطلقوا عليه لقب أمير الشعراء. لماذا؟ لكونه آنذاك، أي في ذلك الوقت، أكبر مجددي الشعر العربي المعاصرين. اشتهر بالشعر الوطني والديني، ويعتبر رائد الشعر العربي المسرحي. وهذه القصيدة بعنوان ولد الهدى هي قصيدة قالها في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي قصيدة ولد الهدى، سنقرأها بيتا بيتا ونفسر المفردات والمعاني الموجودة فيها والفكرة العامة التي تتحدث عنها هذه الأبيات، وسنشرح إن شاء الله الصور الفنية الموجودة فيها. نبدأ بالبيت الأول. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يبدأ الشاعر القصيدة بذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وشعور الكائنات عند مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان الزمان متبسما بسبب سعادته بهذا المولد. إذن من هو الهدى يا محمد؟ أحسنت، الهدى هو المقصود به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو هداية للناس أجمعين. ما المقصود بثناء يا أحمد؟ أحسنت، أي مدح وتقدير، أي فم الزمان تبسم وفرح ويقدر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما الفكرة التي يتحدث عنها هذا البيت؟ تفضلي يا ليلى. أحسنت، عند مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتشر الضياء والنور في جميع أنحاء الكون، فكانت جميع المخلوقات سعيدة بمولده عليه الصلاة والسلام. من يشرح لنا الصورة الفنية وفم الزمان تبسم وثناء؟ تفضلي يا سلمى. أحسنت، شبه الشاعر الزمان بشخص يبتسم بفمه مسرورا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كأن الزمان شخص أو إنسان يبتسم، وسبب هذه الابتسامة وهذا المدح والتقدير هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام. البيت الثاني، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. إذن عندما بشر الله سبحانه وتعالى السماء والملائكة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، تزينت وأصبحت جميلة، والغبراء أي الأرض أصبحت رائحتها مسكا، كل ذلك فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بتضوعت؟ تفضلي يا ميرا. أحسنت، أي فاحت رائحته وانتشرت، أي أن الغبراء أو هذه الأرض فاحت الرائحة الجميلة منها وانتشرت بسبب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو المسك؟ تفضل يا يونس. أحسنت، رائع، هو نوع من أنواع الطيب أي العطور، يستخدم أو يحضر من دم الغزال. إذن المسك نوع من الطيب أو العطر، ويحضر من دم الغزال، وهو ذات رائحة جميلة جدا. ما هي الغبراء؟ تفضلي يا تالا. أحسنت، الغبراء الأرض، أي أن هذه الأرض فاحت رائحتها وانتشرت، وهذه الرائحة رائحة المسك الطيب أو العطر الجميل بسبب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الفكرة الموجودة هنا؟ تفضل يحيى. أحسنت، يشير الشاعر إلى أن الملائكة وجبريل عليه السلام كانوا يبشرون الدنيا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأرض
فاحت بها رائحة المسك والعطر بسبب مولده صلى الله عليه وسلم. إذن تزينت السماء وفرحت، والأرض انتشرت رائحتها رائحة المسك، انتشرت رائحة المسك بها بسبب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل للبيت الذي يليه. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. هذا اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو من أجمل الأيام وأربع الأيام، فالصباح والمساء في هذا اليوم مختلف عن باقي أيام الزمان، فهو والضاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بيتيه؟ تفضل يا حسام. أحسنت. يتفاخر بسبب تميزه عن باقي الأيام لأن فيه مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اليوم متميز عن باقي الأيام في صباحه ومسائه. لماذا؟ لأن فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متميز ويفتخر بذلك عن باقي أيام الزمان. ما المقصود بوضاء؟ تفضل يا عمر. أحسنت، أي مشرق ومنير، فالصباح والمساء مشرقان ومنيران بسبب مولد النبي في هذا اليوم المميز صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفكرة الموجودة في هذا البيت؟ رائع يا أحمد. يصف الشاعر سعادة اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اليوم في صباحه ومسائه مشرق ومنير، وهو يتفاخر على باقي أيام الزمان بسبب مولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فهو يتفاخر ويتميز عن باقي هذه الأيام بسبب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. من يشرح لنا الصورة الفنية الموجودة في هذا البيت؟ تفضلي تالا. أحسنتي. يوم يتيه على الزمان، شبه الشاعر اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص الذي يتفاخر بتميزه عن باقي البشر. ننتقل للبيت الذي يليه. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. يبدأ الشاعر بالتحدث عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخلاقه العظيمة التي يتزين بها ويحبها الكرماء من الناس. ما معنى زانتك؟ تفضلي يا أمل. أحسنت، أي جملتك وحسنتك. ما هي الشمائل؟ تفضلي يا ميرا. أحسنت، الشمائل مفردها شميلة، وهي طبائع وصفات حسنة، أي الأخلاق والصفات الحسنة نسميها شمائل. يغرى، ما المقصود بيغرى يا محمد؟ أحسنت، أي يجتذب، أي يتم جذبه، أي الكرماء يتم جذبهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الشمائل التي يتصف بها. ما المقصود بيولع؟ تفضل يا تالا. أحسنت، أي يتعلق أو يحب بشدة، أي أن الكرماء يحبون هذه الشمائل ويتعلقون بها لأنها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الفكرة التي يتحدث عنها هذا البيت؟ تفضل يا سيف. أحسنت، يمتدح الشاعر الخلق العظيمة الذي يتحلى به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكرام يحبون صفاته حبا شديدا، فهذه الصفات تجذبهم. إذن يمتدح الشمائل العظيمة التي يتحلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكرماء يحبون هذه الشمائل ويجتذبون إليها، فهي شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. يفصل الشاعر هذه الشمائل الموجودة لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجود، والمقصود بالجود هو أحسنتم، الكرم، فهو كريم لدرجة أنه يفعل ما لا تفعل الأنواء. ما المقصود بسخوت؟ تفضل يا أحمد.
أحسنت أي كرمت وجدت أي أصبحت كريما. ما معنى بلغت؟ تفضل يا كرم. أحسنت أي وصلت أي أنك بهذا الكرم وصلت المدى. ما المقصود بالمدى؟ أو ما المقصود أولا بالجود؟ تفضل يا أمل. أحسنت الكرم والسخاء. وما هو المدى يا ليلى؟ رائعة. المدى هو الحد الأقصى أي أنك إذا جدت أو كرمت على الناس وصلت بهذا الجود وهذا الكرم الحد الأقصى، فليس أحد كريم بعدك. وفعلت ما لا تفعل الأنواء. من هم الأنواء يا سلمى؟ أحسنتي الأنواء هم الخلق أو البشر، أي جميع الخلق والبشر لا يفعلون ما تفعل أنت بسبب كرمك وجودك. فما الفكرة الموجودة في هذا البيت؟ تفضل يا أشرف. ممتاز. يصف الشاعر كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا أحد بكرمه، فهو خير الخلق بأفعاله وصفاته الحميدة. فكرم الرسول ليس له مثيل عند جميع الخلق والبشر. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ينتقل الشاعر إلى صفة أخرى وهي صفة الرحمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بالمؤمنين وبالناس جميعا، فهو كالأم والأبي من خلال أو هو كالأم والأبي عن طريق هذه الصفة المهمة وهي صفة الرحمة. فالوحيدان الرحيمان في الدنيا هما الأم والأب. من يلخص لنا الفكرة الموجودة هنا؟ تفضل يا حسام. أحسنت. يصف الشاعر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جميعا، فهو في خلق الرحمة كالأم والأب، فهما أكثر البشر رحمة. من يشرح لنا الصورة الفنية؟ تفضل يا راشد. ممتاز. فأنت أم أو أب، شبه الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في رحمته بالأم والأب، فهما أكثر البشر رحمة. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغ المعجزات غناء. ينتقل الشاعر فيتحدث عن أهم المعجزات وهي الذكر، والذكر هو القرآن الكريم. فالذي يطلب هذه المعجزات سيجدها حتما في القرآن الكريم لما فيه من إعجاز علمي وإعجاز بلاغي وإعجاز غيبي وغيرها من المعجزات الموجودة في القرآن الكريم. إذن الذكر يا سلمى هو أحسنتي القرآن الكريم. ما معنى آية؟ تفضلي ليلى. أحسنتي معجزة، أي أن القرآن الكريم معجزة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر فيه لباغي المعجزات. ما المقصود بباغي؟ تفضل يا أحمد. أحسنت، أي طالب الذي يطلب هذه المعجزات حتما سيجدها في القرآن الكريم. ما معنى غناء؟ تفضل يحيى. أحسنت، اكتفاء، أي أن الذي يطلب هذه المعجزات سيكتفي بالمعجزات الموجودة في القرآن الكريم. إذن ما الفكرة الموجودة في هذا البيت؟ تفضل يا أيمن. أحسنت، يشير الشاعر إلى المعجزة الخالدة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي القرآن الكريم التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي تغني عن كافة المعجزات، أي أنها تكفي لمن يطلب هذه المعجزات سيجدها في القرآن الكريم. البيت الأخير، صلى عليك الله ما صحب الدجى حادل وحنت بالفنا وجناء. يرسل الشاعر صلاته وسلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه في القرآن الكريم، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة عليه في الأحاديث النبوية متعددة.
لكن عندما نقول صلى عليك الله، ما المقصود بهذا التعبير؟ ماذا نقصد عندما نقول صلى عليك الله؟ تفضل يا أمين. أحسنت، أي بارك عليك الله وأكرمك وأحسن ثناءك، أي أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك على النبي ويكرمه ويحسن ثناءه بسبب أنه أدى الرسالة التي كلفه الله بها، وهي رسالة الإسلام. إذن فنحن ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة والثناء والكرم، ليس يوما واحدا فقط، بل ما صحب الدجى، أي مدة أو المدة التي يأخذها الصاحب في الدجى. فما معنى في البداية صاحب؟ تفضل يا سلمى. أحسنتي، رافقة. وما هي الدجى يا رؤى؟ رائعة. الدجى هي الظلام الحالك، والذي يمشي في الظلام الحالك نسميه حاد. فالحادي هو، تفضل يا محمد. أحسنت، سائق الإبل، أي الذي يمشي في الدجى وهو يسوق الإبل نسميه حادي. فنحن ندعو أن يبارك الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس يوما واحدا فقط، بل مدة أو المدة التي يرافق فيها سائق الإبل هذه الإبل، أي الجمال، في الدجى، أي في الظلام الحالك، وأيضا وحنت بالفلا وجناء. ما معنى حنت؟ تفضلي يا رؤى. رائعة، أي أحدثت الناقة صوتا شوقا لولدها، فهذه الناقة تحدث أو تصدر صوتا لأنها مشتاقة لولدها، فنسميها حنت الناقة. أيضا حنت الناقة بمعنى أحدثت صوتا شوقا لولدها. ما المقصود بالفلا؟ أين تكون الإبل أو الناقة أو الجمال؟ أين تعيش؟ أحسنتم، في الصحراء. فالفلا هي الصحراء. ما هي الوجناء؟ تفضل يونس. أحسنت، الناقة، أي أن التي تمشي بالفلا هي الوجناء، هي الناقة، والتي تصدر صوتا شوقا لولدها هي الناقة. أما الذي يرافق هذه الناقة نسميه حاد، أي سائق الإبل. إذا ما الفكرة الموجودة في هذه أو في هذا البيت؟ تفضل يا أيمن. أحسنت، أشار الشاعر إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الكائنات جميعها تصلي عليه سواء في الصحراء أو في غيرها. فالشاعر يدعو أن يكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في الصحراء حادا، وما دامت الناقة تحدث صوتا بسبب شوقها إلى ولدها. إذن في البيت الأخير يشير الشاعر إلى أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالكائنات جميعها تصلي عليه سواء في الصحراء أو في غيرها. فالشاعر يدعو أن يكرم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يوما واحدا فقط، بل ما دام في الصحراء حادا، وما دامت الناقة تحدث صوتا بسبب شوقها إلى ولدها. إذا أردنا أن نلخص الأفكار الرئيسة الموجودة في المحفوظات، في البيت الأول والثاني فرح الكائنات والسماء والأرض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الثالث تفاخر اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على باقي أيام الزمان. في الأبيات الرابعة والخامسة والسادسة ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة، ومنها كما قلنا الرحمة والكرم. والبيت السابع الإشارة إلى المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي القرآن الكريم. والبيت الثامن والأخير أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما لها من أجر عظيم في الدنيا والآخرة. وبهذا تكون حصتنا قد انتهت، ونلتقي في حصة قادمة. أرجو منك كتابة المفردات والأفكار والصور الفنية على دفترك بخط مرتب.